قبل ما ابدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديدة. ويلا بينا على الفيلم. فيلمنا بيبدأ مع كارلا واللي بتصور ابنها فرانكي في كل مراحله العمرية، وبتكون هي الوحيدة المسؤولة عن تربيته والاهتمام بيه بعد ما اتطلقت من جوزها، وبيكون هو كل حياتها ومتعلقة بيه جدا لحد ما بيكبر وبيبقى عنده 6 سنين. وبتكون كارلا شغالة في مطعم وفرانكي بيبقى موجود معاها عشان المفروض ان ده اليوم اللي هتفسحوا فيه ويخرجوا سوا، وبتبقى مستعجلة جدا وملبوخة في الشغل لوحدها، والزباين بتتضايق بسبب تأخير الطلبات بتاعتهم. وبعد ما بتخلص كل الشغل اللي المفروض تعمله بتستأذن من صاحب الشغل عشان تاخد فرانكي ويخرجوا سوا، وبيركبوا العربية فعلا وبيروحوا في طريقهم للجنينة. وفرانكي بيبقى سعيد جدا وبيلعب بالجهاز بتاعه واللي بيسجل الصوت لحد ما بيوصلوا فعلا للجنينة، وكارلا بتقول له ياخد باله من نفسه وما يتحركش مع اي حد. وهما بيتفرجوا على عرض في الجنينة بيجي لها تليفون من المحامي بتاعها، فبتقول لفرانكي ما يتحركش من مكانه لحد ما تخلص المكالمة، والمحامي بيقول لها ان جوزها رافع عليها قضية عشان ياخد حضانة فرانكي منها، ولانه شغال في مجال العقارات ودخله احسن من دخل كارلا اللي شغالة في مطعم ودخلها قليل جدا، فاكيد هيكسب القضية. ولما بتخلص المكالمة وبترجع مش بتلاقي ابنها في مكانه واختفى، وبتدور عليه في الجنينة وهي في دماغها ان هو بيلعب معاها، لحد ما بتلاقي اللعبة بتاعته مرمية على الكرسي فبتقلق جدا وبتشك انه اتخطف فعلا، وبتقول للناس اللي حواليها يتصلوا بالشرطة لان تليفونها بيكون فصل شحن. وهي بتجري على مكتب الامن بتاخد بالها ان ابنها مع 6 كبيرة وبتركبوا العربيه غصب عنه، فبتجري ناحيتهم وبتصرخ وبتمسك في العربيه لحد ما العربيه تمشي وبتقع على الارض والتليفون بيقع منها، وبتروح تركب عربيتها عشان تجري على العربيه اللي فيها ابنها لحد ما العربيه بتختفي من قدامها، وبتفضل سايقه بسرعه كبيره جدا على الطريق وهي بتدعي ان ابنها ما يروحش منها لحد ما العربيه بتظهر تاني قدامها، والست اللي فيها بتفتح الشنطه وبترمي عليها كل اللي في الشنطه عشان تعطلها، وبتطلب كارلا من الناس اللي حواليها ان اي حد يطلب الشرطه عشان مش معاها تليفون، لحد ما الست بترمي عليها كاوتش العربيه، ولما بتحاول تتفادى الكاوتش بتدخل في العربيه اللي جنبها وبتتقلب. ولما كارلا بتقرب من العربيه الست بتمسك ابنها وبتهددها انها تاذيه لو ما بعدتش عن الطريق، وبتضطر انها تسمع كلامها وبتبعد عن الطريق، وابنها بيتخطف قدام عينيها وهي مش عارفه تعمل حاجه. واول ما العربيه بتبعد عنها بتروح وراها تاني من غير ما الست تاخد بالها منها، وبتسمع من الراديو ان الشرطه بتطرد عربيه حمراء على الطريق السريع ووقفوها ومسكوا السواق، وبتفهم ان الشرطه وقفوا العربيه الغلط وان مفيش قدامها غير ان هي تطرد العربيه بنفسها لحد ما تشوفها تقف فين. وبتطلع لعبه التسجيل بتاعت ابنها عشان تسجل عليها رقم العربيه، فبتلاقي ان في تسجيل موجود على الجهاز ومسجل المحادثه اللي حصلت بين الست وابنها قبل ما يتخطف، وان الست سالته عن اسمه وقالت له ان والدته بتدور عليه في موقف العربيات لحد ما اخدته عند عربيتها وخطفته. وهي ماشيه ورا العربيه بتلاقي شرطي ماشي وراها، فبتفضل تتحرك بالعربيه يمين وشمال عشان تلفت انتباهه لحد ما فعلا بيقرب منها وبيطلب منها تركن على جنب، وهي بتحاول تقول له ان العربيه اللي قدامها خاطفه ابنها ولازم يوقفهم ويقبض عليهم، لكن الشرطي مش بيكون سامعها، وفجاه العربيه اللي قدامه بتقرب منه وبتخبطه وبيتحشر بين العربيتين وبيبقى مش قادر يتحرك لحد ما بيخرجوا عن الطريق والموتوسيكل بتاع الشرطي بينقلب، وبتفضل العربيه الخضراء ماشيه وكارلا وراهم لحد ما بيركنه وبينزل منها واحد وفي ايده سكينه وبيجري عليها عشان يقتلها، لكنها بترجع عربيتها وبترجع ورا بسرعه ومش بيقدر يوصل لها، وبترجع تتحرك تاني ناحيته عشان تخوفه وبتهدده انها هتدوسه. وبعدها بتنزل من العربيه وبتقول له انهم يدوها ابنها وهي هتديله المحفظه اللي فيها البطايق بتاعه البنك بتاعها، وبتقول له رقم السر بتاعها عشان ياخد كل الفلوس منها، وبترمي له المحفظه بتاعتها فبياخدها وبيرجع عربيته تاني. وبعدها بتنزل الست اللي خطفت ابنها من العربيه وبتقول لها تفتح باب عربيتها عشان تركب معاها ويروحوا يسحبوا كل الفلوس من البطاقه، وبعدها هيدوا لها ابنها. فبتقول لها كارلا انها ممكن تقتلها لو فتحت لها، لكن الست بتقول لها انهم ممكن يقتلوا ابنها بسهوله لو ما سمعتش كلامهم، فبتوافق كارلا غصب عنها وبتقول لها تتحرك وتفضل ماشيه ورا العربيه الخضراء. واول ما يدخلوا نفق بتهاجمها الست اللي معاها وبتحاول تقتلها بحزام العربيه، لكن كارلا بتقدر تفتح باب العربيه وبتقلعها الجاكيت وبترمي الست من العربيه. وبعدها بتلبس الجاكيت بتاع الست وبتقول للعربيه انها تكمل في طريقها عادي، والسواق بيعتقد ان الست هي اللي سايقه العربيه، وبتكمل ماشيه ورا العربيه الخضراء لحد ما السواق بيبطئ سرعته وبيقرب منها وبيشوف ان اللي سايقه العربيه هي كارلا. وبعدها بيجري بالعربيه وبيفتح الباب وبيهددها ان هو هيقتل ابنها، فبتضطر انها توقف العربيه وتبطل ماشي وراه عشان ما يأذيش ابنها، وهو بيختفي قدام عينيها ومش عارفه تعمل حاجه. ولما بتقابل ناس في الطريق بتقول لهم يبلغوا الشرطه وان اللي خطف ابنها راكب عربيه خضراء، وهي بتدعي انهم يكونوا مشوا في الطريق ده لحد ما بتلاقي زحمه قدامها على الطريق بسبب حادثه حصلت، وبتشوف العربيه الخضراء قدامها وبتعرف انه اخذ ابنها وساب العربيه وهرب، فبتجري في نفس الاتجاه على امل انها تلاقيهم. ولما بتلاقي اسم شرطه قدامها بتروح وبتبلغ عن طفلها اللي اتخطف وبتقول لهم كل التفاصيل اللي هي فاكراها، وبتحاول تتصل بطليقه عشان يساعدها، لكنها بتلاقي اعلانات كتير قدامها عن اختطاف اطفال كتير ولسه مفقودين ومحدش لاقاهم، وبتفهم ان العصابه دي شغاله من زمان ومحدش قدر يمسكهم، وبتفهم انها لو اعتمدت على الشرطه لا يمكن هتلاقي ابنها تاني، فبتقرر انها تعتمد على نفسها وتطلع تدور عليه تاني، وبتفضل تتحرك في المدينه لحد ما بتلاقي الجاكيت اللي السواق كان لابسه مرمي في الزباله قدامها، فبتعرف انها قريبه منهم، وبتفضل مركزه على العربيات اللي قدامها
لحد ما بتلاقي عربية سودة بتتحرك، وبتاخد بالها ان الراجل اللي خطف ابنها هو اللي سايق العربية، فبتجري وراه بالعربية وبتدخل فيه، لكنه بيقدر يهرب منها، وهو بيهرب بيخبط واحدة ماشية في الشارع، وكرة كانت هتدوس عليها لكنها بتلحق نفسها وبتقف، ولما بترجع لوعيها بتلاقي العربية بعدت عنها جدا، وبعد ما بتمشي على الطريق بتبقى متضايقة جدا لأنها كل ما تقرب منهم بيحصل مشكلة وبتبعد عنهم تاني، ولحسن حظها بتلاقي العربية قدامها تاني، فبتفضل ماشية وراها لحد ما الراجل بياخد باله فبيهددها تاني بنفس الطريقة وإنه هيرمي ابنها من العربية، لكنها المرة دي مش بتديله فرصة وبتخبطه بالعربية كتير لحد ما بتبقى جنبه وبتخبطه عشان تقفل الباب وما يعرفش يفتحه تاني، لكن حظها ان البنزين بيخلص من العربية وبتقف في وسط الطريق وهي مش قادرة تكمل ماشي وراهم لحد ما بيختفي تاني مرة قدام عينيها، فبتوقف اول عربية تقابلها وبتركب معاه وبتقوله يتصل بالشرطة بسرعة، لكن الخاطف بيرجع تاني وبيدخل فيها بعربيته وبيدمر العربية اللي هي فيها وبتتقلب، ولما بتفوق بتلاقي الراجل اللي كان هيساعدها مات، وبتخرج من العربية وهي مصابة وتعبانة جدا، ولما بتقرب من العربية السوداء بيكون الراجل مستنيها عشان يضرب عليها بالبندقية لكنه مش بيقدر يصيبها، وبترجع على عربيتها عشان تستخبى فيها بعيد عن الخاطف، لكنه بيروح وراها وبيكسر ازاز العربية، ولما بيحاول يفتح الباب بتمسك كارلا ايده وبتشده جوه وبتقفل عليه باب العربية وبتفك الفرامل عشان العربية تتحرك، وبتفضل العربية ترجع بضهرها في الغابة لحد ما بتدخل في شجرة كبيرة وبتقدر انها توقف الخاطف، لكنه بيموت قدامها من غير ما تعرف ابنها فين، فبتطلع المحفظة بتاعته وبتعرف عنوانه منها وبتدخل عنوانه على الجي بي اس بتاع العربية وبتعرف ان المكان قريب منها جدا، فبتقرر انها تجري لحد ما توصل البيت، وبنعرف ان الست اللي شغالة معاه قدرت توصل له وتاخد الطفل منه، وكارلا كان مغمى عليها في العربية، وبتوصل لبيت المجرم وبتدخل جوه وبتفضل تدور جواه لحد ما بتلاقي صورة ليه مع الست اللي كانت في العربية، فبتتأكد ان هو البيت لحد ما بتسمع صوت الست وهي بتتكلم في التليفون وبتقول لواحد ان مبلغ بيع الطفل هيزيد بسبب المشاكل اللي حصلت لهم وهم بيخطفوه، وبتقول له ان السعر بقى 100,000 دولار والا مش هيدوله الطفل، وبتستناها كارلا لحد ما بتخلص المكالمة وبتشوفها وهي رايحة للمخزن اللي بره البيت، فبتجري كارلا على التليفون عشان تتصل بالشرطة وبتمسك البندقية لكنها بتطلع ما فيهاش رصاص، فبتاخد سكينة وبتفضل تدور على الرصاص وهي بتتصل بالشرطة وبتبلغ عن خطف ابنها وبتقول لهم على العنوان اللي هي فيه، وبتقول لها الشرطة ان المساعدة هتجيلها بعد حوالي ربع ساعة ولازم تستخبى في مكان لحد ما الشرطة تيجي، وساعتها بتلاقي الست رجعت تاني للبيت ومعاها بواقي اكل وعصير، فبتعرف ان ابنها اكيد موجود في المخزن، ولما بتطلع الست وبتاخد عربيتها وبتمشي بعيد عن البيت بتتحرك كارلا وبتروح على المخزن وبتفضل تنادي على ابنها لحد ما فعلا بيرد عليها، وبتلاقيه محبوس في اوضه في سقف المخزن والباب مقفول بالقفل، وبتلاقي فتحه نازل منها ماسوره تهويه، فبتقرر تكسر الماسوره عشان تقدر تنزل ابنها منها، وبتلاقي معاه طفلين تانيين مخطوفين هما كمان، لكن المشكله ان الست بتكون رجعت البيت تاني وبتسمع صوت الخبط اللي جاي من المخزن، فبتاخد البندقيه وبتملاها رصاص وبتاخد الكلب بتاعها معاها، وبتكون كارلا قدرت تنزل ابنها وتاخده وتهرب، وبتقول للطفلين التانيين يستنوا هنا لحد ما ترجع بالشرطه، ولما بتلاقي الست خارجه من البيت بتستخبى كارلا هي وابنها تحت الجسر الخشب في الميه عشان الكلب ما يقدرش يوصل لهم، لكن الست بتعرف انهم تحت رجليها، وقبل ما تضرب عليهم النار كارلا بتمسك رجليها وبتقدر تشدها في الميه، والرصاصه بتطلع وبتيجي في الكلب بتموته، وبتقدر انها تخنقها لحد ما تموت، وبترجع للمخزن عشان تنقذ الطفلين التانيين، لكن قبل ما تاخدهم بتلاقي واحد داخل عليها وبيقول لها ان هو جارهم في البيت اللي جنبهم، ولما سمع صوت الدوشه جه عشان يشوف ايه اللي بيحصل، وبتقول له كارلا ان جارته وجوزها خطفوا ابنها، ولما بيسمع صوت جاي من السقف بيقول للبنات ان هو هينقذهم هما الاثنين، فبتقول له انها ما قالتلوش ان هما اتنين او انهم بنات، وبتشك فيه وفعلا بيطلع واحد من العصابه، وبتضربه كارلا على دماغه وبتفقده وعيه، لحد ما الشرطه اخيرا بتيجي وبتقبض عليه، وبتكون كارلا نجحت اخيرا انها تنقذ ابنها، وقدرت تنقذ باقي البنات اللي العصابه كانت خطفاهم، والمدينه كلها بتعرف ان كارلا بطله شجاعه وانها قدرت لوحدها توقف العصابه اللي بتخطف الاطفال بتوع المدينه من زمان. وبكده يكون فيلمنا خلص، ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناه وتقول لنا رايك في التعليقات، ويا سلام.